أنا عمتي عبد الله. وسع بالك يا سمير، فسر للبنات فحوى الالتزام. حاضر سي عبد الله، ما أنه إدارة الصندوق منحتكم المشروع هذا بدون ضمان مالي. فالما واصلوا انا راني بامكاني نعتبرها مخالفه، تغيير صبغه محل المدجنه بيولوجيه، اما انا هاني باش نطفي الضوء. واصل ياسمين واصل. قلنا يعني فالمطلوب منكم تقديم تقارير شهريه على النشاط بتاعكم لاداره الصندوق وكاو. سافا وجيها؟ سافا سافا، نديتك نيرفو يشدني كل ما نسمع كلمه التقارير. وجيها؟ من كيسيون؟ وين مشيت الدجاجه؟ صندوق ما هيش دجاجه، سامحوني تاع الدخل. تو انتم عطيتوهم مشروع تا يخدموا ولا تا يكتبوا لكم التقارير؟ يا سي كتكت ياسمين شكون هذا؟ ما نعرفش. ما بالقاسم بالفهم الاخضر بابا وجهلين يا بوها. الفلسفه في المشروع بتاعنا هي فلسفه عظيمه ياسر هذه. واصل هاني نسمع يا ياسمين، شنو هي فلسفتنا؟ فلسفتنا هي الإحاطة ببناتنا والأخذ بيدهم ومتابعتهم خطوة بخطوة في مصيرهم المجهول، تجنبا للسقطات وتحسبا للأزمات. فإنه يا ياسمين لحظة، باختصار يكتبوا لنا تقرير كل شهر وإحنا ننظر فيه في خلال شهرين وعلى أقصى تقدير 4 شهور وكفى بالله حسيبا. هاي معوجة طول فلسفتكم. هذاك الموجود ياسمين، شنو رايك لو كان ننتقلوا من القسم هذا نمشيو للقسم الاخر اكبر شويه وغاديك توزع لهم الاوراق؟ حاضر سي عبد الله. وخلي سي كتكت عادي يلوج السردوك نتاعه. كت. اها شديتك ها؟ وفي الوقت ياسمين لم الاوراق. مازالوا ما صحوش. علاه ما صحوش؟ 30 ورقة ركتو فيرسو باش يكملوهم في ساعة. ياسمين يصحوا الورقة الأخرانية وطاح الكيف على ظلو. علاه تحبوا نصحوا على عميهم هكاكا؟ شنو يا ياسمين تو شنو اللي بالكلمة بالكلمة ولا شنو؟ هذه زادة باش نحطوها على الهرمونات. أخطاهم هرمونات يخليهم رايدي. مالاش بيه دعوتك أنت توا؟ يا سي عبد الجبار، ملي احنا في البيرو وانا نقول لك الالتزام ماهوش مطابق لصياغ الحوكمة الرشيدة. تعرف والله قلبي طاح، مشى في بالي طليقتي رشيدة هي اللي جات. شوف انا ما فهمت شيء وما صححش على حاجة مانيش فاهمتها. شوف اذا ما تصححش راه ما فماش مشروع. استنى انت ملي ريتك ما تعديتليش. ما عليه عندي موعد انا وياك. معوج ولغتك ماشي هي. انت تلازم على بنتي هنا حاجه مش حبتها ومش فهمتها. ياسمين تيجي بعدها ياسمين. انا هون يعني هون. شوف راي ترتيب اداريه راه. ترتيب اداريه طربت بنتي هنا الشهبه اللي هبطت من كرش امها نقزت فوق الفرس تبرطع. شو تبرطع ولا ما تبرطعش ما تصححش ما ثمش مشروع. علاه؟ شد عليها اسمها لطيح. انا موجود وارض بوها موجوده وما دامني انا حي ما تذل لحد. شوف يا لبنى ما تصححش نسحبوه المشروع، راهو فما ما يقارب 800,000 قاعدين يستناو. اي مالك يا ولد الحكايه هكا لحالت لا ربطت، والكات فوكات اللي جيت فيها تروح بيا وبيها. لبنى لمي دبشاتك واخلتي عليا. اسمعي لبنى، تبعك بيك ما ثمش مشروع راهو. بابا. لا بابا لا ماما، قلت لك تخدمي بكرامتك، وما تذلي الحد بالخصوص لهالمغلق. لبنى. ياسمين تخليني القطع الطرق. هاني هوني. وجهها؟ شنو عملنا مع الدجاجة؟ لبن. يا لبن. نعرف شنو باش تحكي معايا وجهها. كان نمشي أنا يسكر اللافاج. يسكر اللافاج ونرجع أنا نخدم في سونتر تابيل ونشرب الحرابش. أما مش هذيك الحاجة اللي حبيت نحكي لك عليها. ما نجمش نحكي معاها. نعرفك يغزر لي الغزرة ذيكا معناتها زايد. حتى أنا في بالي بروحي ما عنديش زهر منك العام مش من تو. أما مش هذيك الحاجة حبيت نقولها لك. وجيها وفي الكلام. ما عادش فما ما يتقال. حبيت نقول لك اللي هذاك قجري.
سمحت. سوني با بوسيبل، بو كيفاش يجم يعمل حاجة كيما هكا؟ على غالب ذاك بابا ما نجمش نبدلو. شو عملت له هي؟ كانت شيخة وعايشة على روحها. على وجهها. والله حتى أنت مسكينة. غير ماكش فايقة بروحك صح عليك. توباش كرويل وما عندوش قلب. إيه تحكي على بابا راك. علاش قتلها؟ شكون قتل؟ الدجاجة شدها وقتلها. عبودة شنو هذاك وين ماشي؟ كاوتش ماك مسكرته ولا غنيمة؟ يلا لقعد. وجهها اختي والله مانيش عارفة شنو نقول لك. قولي مبروك. ها؟ نرجع لحياتي النورمال ونرتاح من خليقة سي عبد الجبار. لا فذايا عندك الحق مبروك، مش كيفي انا. شوفي كل يوم كل ساعة، خمسة أيام في الجمعة، حتى في الويكاند يكلمني. الو ياسمين وين كلاسك؟ نفع لي هنا من حطم كلاسته. انا مانيش نعمر فيك، ماشي ملزق الخبزه مره. لا ما نحبش نعمرك على خاطر ما كان جات الدنيا دنيا راك انت في بلاصته. راجل لا يبل لا يعل. الزهر ما فماش اختي. لا خاطر ما نحبش قلت عمر فيا، ما الخدمه الكل على راسك. هو نهار كامل كشوينش. الله غالب السلم الوظيفي. معك ربي انا ما نحبش نعمرك. انا كان جيت في بلاصتك ترمي له الدوسيات هذوكم على وجهه طول ديريكت وتنقز في الاسانسور. انت بتاع سلوم. عطا نوريك فيه. مانيش نعمر فيك راهو. وقتين رجالة؟ الجمعة جاية. نعم. سي بوكو دو ترافاي مسيو. سكر لافاج شوي. ما سكرش. رشاء أنت ما كفاية ما حد شيء. قلت لك سكرنا. ما سكرش. فهموني شكون يحكم هنا؟ عبد الجبار وبلقيس. بالسلامة. البنات جاي. السلام عليكم. سامحني وجهي نحسو هكاك تو فاسيدي ميم با باش تحكي معاه بوك ميم با باش تخلينا نشوفوا اون سوليوشن مع جبار. يا طلعت فاهمه. اي نفهم كل شيء ونعرفكم شنو تقولوا عليا. في رشا قاري ميشون، في رشا بي سي بي جي، في رشا مضيع البوستو. واه اي اوكي ما نفهموش انا كلامكم وما نطلعش في الكار وما ناكلش الملاوي، اما انا وما كل يوم نواجه بابا كل صباح باش يخليني نجي ونجي نخدم كيفك انت وكيفك انت، باسكو موا جو فو ريوسيغ اي جو في ريوسيغ، وكان تحبوا تخرجوا وتخليوه وتسكروا لافاج اليزي، انا مش مقرقشه من هنا. هذه زاد تعرفها؟ اي ماني نفرش في المسلسل عاودوا فين تحطها. شكون حطها؟ حطها مع الباب. تي يا حسره تذكروا. سي عبد الجبار اي قله باهي. فهمت البنات ياسمين اقنعتني بطريقتها الخالصه باش نراجعوا الالتزام وبعض بنود العقد. وينو باب؟ بابا مشني ماشي معاك. ما نجمش خلي البنات وحدهم. مش انت ربيتني هكا، انت ربيتني بكرمتي وربيتني الحاجه نبدا فيها نكملها. باهي باهي ايش اطفال قوسلينا قرعه خل نطيبوا كسكسي. طيب سي بلقاسم علاش ما نعملوش كفتيجي؟ اسكت عليا تراتيبي داريه. هذا الشيء اجا عندنا نوكلكم كسكسي بالمسلان. ياسمين فكرني. باهي سامحني كمل صح. عجبكم كسكسي؟ ياسمين يا ميسيون كنت ما تاكلش بالفرشيطه بنتي. انا كيفاش هو؟ ولا زيد الكراهه ببنين وكله فيتامين. اسكتوا اسكتوا يكبكم. بنت الروح خبوا لي طلبوا لي هاي ولا لا صار هكا من فايضوك
نحبو. فاجل التخمة محسو سيتا مرقى ونشي مخزرناش القدام وخزرتنا ما ترحمشي مرمينا الكلام عليها قلنا ما تنجمشي كبرنا فيها الخوف شافوا بنات في لاباج ضحكوا قالوا هذه اخر غريبه حربوا ما حملوا الشوماج لميتهم حلمه في بلاد عجيبه اي نشفوا بنات في لاباج ضحكوا قالوا هذه اخر غريبه حربوا ما حملوا الشوماج لميتهم حلمه في بلاد عجيبه حكايه بالصدفه تلاقوا فيها ثلاثه قال شكون يحكم بالقوة موصلنا كانت دوا كان الهدرة وكلام ياو حبو حوا تعيش تحت اللبوع كان خرجت عدو عسير عليها الملام قال الكلام والفعل ما شفنا خفنا كيف رينا بنية سخفنا كي تفرقنا غرقنا ما سوينا فرقنا وبعد قلنا شفنا في ذلام الحكاية بالصدفة بلاد تلاقوا فيها ثلاثة بلاد كل واحدة حلت حلمة في بلاد لافاريها حبوا الدنيا وخزروا لبعيد شافوا اللي فيها وما قالوا سعيد بدل حياتك واقع جديد ما خافوا من الناس وما قالوا عيب بنات حبوا الدنيا وخزروا لبعيد شافوا اللي فيها وما قالوا سعيد بدل حياتك واقع جديد ما خافوا من الناس وما قالوا عيب Yeah.